مشاهدينا مساء الخير. لعب الفنان العربي هنا في أمريكا دورا كبيرا ودورا مهما في إرساء الفن والثقافة في المهجر طوال عقود. أنتم معنا اليوم مع الأوركسترا العربية الوطنية والمايسترو مايكل إبراهيم وأعضائها، منهم أسامة بعلبكي المطرب الجالي المعروف وغادة درباس، وأيضا مجموعة كبيرة من العازفين من مختلف بلدان العربية وأيضا من هنا من أمريكا. كونوا معنا عدة لقاءات ونتجول في هذا التدريباتهم على الآلات الموسيقية لتحضرهم إلى حفلتهم الكبيرة. أهلا بكم. الآن المايسترو مايكل إبراهيم عن اليوم الكبير غد وعن الفرقة الحلوة الموسيقية هاي الأوركسترا العربية الوطنية. الأوركسترا مؤسسي سنة 2009، بلشنا مع 5 أشخاص من الجامعة وشخصين كمان من الجالية أصحابي بلشوا معنا، ومن هونيك بلشنا نعمر الفرقة والمؤسسة وبلشنا نكبر المشروع بالنسبة للموسيقى، أنه عم نحافظ على تراث الموسيقى العربية هون بالغرب. طيب متى عب هاي الفرقة؟ أنا دا أشوف كم عدد الأعضاء الفرقة. عنا بهال كونسرت عنا شيء تقريبا 100 موسيقى. إيه بدك تقولي شيء 26 بالفرقة. وعندنا عنا شيء 80 شخص جايين من مدرسة بديترويت اسمها ديترويت سكول أوف آرتس. سو مايكل، هاي أكبر حفلة راح تقام على غد، لأن أنا حسب معلوماتي السنين القبل كنتوا على 30 أو 40، ما يتجاوز هذا العدد هالمرة، كثير يعني العدد. إيه هلأ السنة الماضية نحنا بلشنا عم نعلم بالمدارس بديترويت، ومن هونيك عم نعلم الطلاب يغنوا بالعربي، طلاب أمريكان يغنوا موسيقى عربية مع الأوركسترا. يعزفون أيضا عربي؟ السنة الماضية بس غنى، هالسنة هي عم نعمل مغنى وعم نعمل كمان عزف. سو هالسنة كمان الفرقة أكبر من سنة الماضي، وعدين عنا طلاب أكتر، يعني أنه عنا تقريبا شي 80 أولاد من المدرسة عم يجوا يشاركونا بالحفلة. أكثر شي يحبون أن يكونون عازفين لو مطربين أصواتهم حلوة؟ لا نحن ما يعني نحن بنحب كل شيء اللي عم نشتغل فيه، يعني انه كل شيء اللي نحن عم نعمله الى شيء معين. يعني مثلا لما الاطفال بيجوا بيغنوا مع الفرقه هيدا شيء له رهبه لحاله، الى 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 قيمه، لانه عم نعلم تراث العربي لجماعه ما خصوا بالتراث العربي، جماعه ما بيعرفوا بتراثنا. كمان بنفس الوقت لما نحن بنكون عم نعزف قطعة لوردة أو لعبد الحليم، يعني كمان هيدا شيء إله قيمة خاص لنا، لأنه عم نحافظ على تراثنا اللي عم يضيع بالبلاد. يعني مايسترو مايكل، حصلت الفرقة على أي جوائز؟ نحن أخذنا جرانت من النايت فاونديشن بحدود 200,000، نحن هلأ عم نخلص آخر سنة الجرانت. بس بعد هي حنكمل البرامج اللي بلشناها.
يعني سمعت أو قرأت إنه ماخذين جائزة الـ Art Challenge. إيه هيدي That's the Knight Foundation Grant. هي إيه هي نفسها. أنت حسب خبرتك وصل لك كم سنة مع الأوركسترا، عملية متعبة، شنو المعاناة اللي أنت تصدف تواجه؟ يعني قصدك شو يعني؟ تعب. ناحية التعب، يعني أي نوع من التعب كونك أنت المايسترو لفرقة كبيرة بهالعدد هذا؟ ليك اللي ما بيشتغل ما بيطلع بإيده شيء، فالواحد لازم يتعب. ولما بتجي للموسيقى، الموسيقي بده يتعب أكتر من الإنسان العادي، لأنه بشكل عام الموسيقى يعني صعب أنه الواحد يعني يأني على العالم بشغله. لما بتجي للفن يعني، فالفنان بده يشتغل أكتر وأكتر لحتى يوصل الهدف للعالم. ورا كل حفلة أنت تقيمها ومن الأوركسترا وهالحضور هذا الجماهير اللي أنا سبق وأن عدة مرات حضرت حفلاتكم الكبيرة، شنو شعور مايكل؟ شنو شعورك؟ يعني أنه أنا الشيء اللي مبسوط فيه أكتر شيء أنه عم عيش حلمي. هاي حلمي، أنه أشتغل بشيء أنا تربيت فيه وكبرت عليه، وكمان بنفس الوقت وجدت نفسي وتراثي أنا بالموسيقى. يعني وجدت نفسي كأبن عرب من وراء الفن، فأنا هاي حلمي وهي شيء لأنه أنا مبسوط أنه عم أشتغل فيه. هذا أجمل شيء. طبعا أكيد إحنا تلفزيون MEA نحيي هالأوركسترا هاي العربية الوطنية الكبيرة، ونحييك مايسترو مايكل إبراهيم، ونتمنى لكم كل التوفيق. Thank you so much. الآن قصي عبد الجبار، أحد العازفين المعروفين في مع كاظم الساهر فنان الكبير. أهلا وسهلا. أهلا حضرتك. أهلا وسهلا. حضرتك من إيش وقت قصي ويا الأوركسترا العربية الوطنية؟ والله تقريبا صار بحدود السنة، يعني سنة أقل من سنة. طلبت الحاجة أنه بعثوا عليها، والحمد لله أنه شاركنا ويا الأخوان في سبيل أنه نراوي الناس انه الاداء والعزف الجميل حلو. يعني الشغل انا يعني سعيد جدا معهم. اي نوع من الآلة الموسيقية حضرتك تعزف؟ كمان. كمان بس كمان اختصاصي هو الكمان. شنو انطباعك خلال هالمسيرة هاي؟ صار لك سنة وياهم تقريبا، شنو تجربتك وياها؟ ما اقدر اقول لك، يجوز اني انطيت لهم شيء يعني، لانه هم الاكثريه الامريكان وقسم من العرب. تعرفين احساس العازف الغير العربي شوي احساسه يختلف. اي ف يعني يحاولون من اعزف يسمعون انه شلون طريقه العزف، شلون الربع الشرقي شلون يعزف. فيعني والله زين، يعني اذا اسمعهم انا يعني ممتازين والله. هم درسوا الآلات الموسيقية الشرقية دراسة أم عن تجربة؟ تجربة وبعدين سمع. يعني كل كونسرت يعني شوفين أدائهم دا يكون أفضل، لأنه على اتصال وتواصل وبروفات، وهم حابين هاي الشغلة. تعرفين حضرتك إن يعني إذا تحبين شغلة أنت وعندك إمكانية تبدعين، يعني تبدعين بها. إيه فمستواهم والله يعني مستواهم ممتاز. طيب قصي، تعتقد يكفي إنه السمع ويشوف غيره يكفي إذا ما يدرس أصلاً هاي الآلة الموسيقية؟ دراسة لازم، بس الشرقي إحساس. يعني تقرين نوطة أنت، يعني تقرين نوطة، بس شلون تأدين هالمكان هذا، إحساسك شلون الجملة هذه الشرقية شو راح تطلعيها أنت بإحساسك. فهم شوية إنه ما عندهم ذاك الإحساس اللي إحنا حاسين. يعني تعرفين طبيعة عملنا كشرقيين، إحنا تراثنا وموسيقانا هذه نحس بها أكثر من عندهم.
مع السمع مع البروبات مع هذه الاختلاط هو يعني كل ما تختلطين اكثر بمجموعه مثل ما انه شلون تختلطين باوركسترا سيمفوني انت وعندك امكانيه تمرين توصلين لهدفك انت مثل الالات الغربيه نفس الشيء احنا ما عندنا الاحساس للاله الغربيه مثل هم اللي عندنا لا يعني احنا كعازفين عندنا لانه الموسيقى والكتابه عالميه هي يعني بالاوركسترا السيمفوني كل الصيحات موجوده فتأدين المشكله هم ما يأدون يعني ما يقدرون يأدون الاداء اللي انت تأدي بس مع ذلك انه ديطوش شيء يعني من من باك جراوند من دا اسمع من عندهم دا احس انه ديطوش يعني ممتاز. ايه ممتاز 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 احنا نتمنى لكم كل التوفيق واكيد انت امنياتك كل التوفيق لهالاوركسترا بحفلتها الكبيره والله اتمنى كل امنيات الحلوه للناس وللجمهور الجمهور جمهور محترم مثقف فنيا مثقف يعرف انه شوكت يصفق الشوكت يسمع الشوكت هذه ما شاء الله عليهم وان شاء الله راح يطلع في شيء مميز ان شاء الله كل سنه ماكو شيء جديد يعني اكيد كل سنه روعه سنه بعد سنه الخبره تزيد والامكانيه ويعني الحضور يزيد والحضور يزيد انه انت تقدمين في الشيء هنا في الشيء راقي فالناس الراقي راح تجي على الشيء اللي زين لانه صعب ما موجود يوميه يعني مصر كل مره هالاوركسترا هاي يعني هم ينجمعون من كل الولايات يعني اخر بروفتين ثلاثه دنجتمع سويه ودا يطلع في الشيء حلو ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق على الأوركسترا العربية الوطنية معنا صلاح الكردي أهلا وسهلا أهلا فيك حدثنا عن تجربتك خلال مع الأوركسترا التجربة ممتازة جدا نحن هلأ عم نعمل بروفات والأجواء جيدة مثل ما شفت حضرتك وهيك متحمسين كلياتنا للجو بكرة إن شاء الله حضرتك إيش رح تغني أي أغاني رح نغني حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ هنغني مدرسة الحب لكاظم الساهر وحنغني كمان ولا مرة لملحم بركات نعم هاي انت اللي حضرتك رح تغنيها بس في غيرك رح يغنون غير اغاني صحيح في مطربين الاوركسترا الفنان اسامة بعلبكي والفنانة غادة درباس نعم عندهم اغنيتهم كمان اللي رح يأدوها صلاح هي اول مرة انت ضيف على الاوركسترا صحيح صرنا سنتين المفروض تغني قبل بس الظروف ما لقمت السنة الحمد لله رح نكون ضيوف وإن شاء الله نكون نضيف شيء للأوركسترا طيب أنت على الأوركسترا هاي أول مرة في عندك مشاركات ثانية مع غير فرق؟ لا كأوركسترا هاي دي أول مرة بشارك فيها بس على الصعيد الثاني عندي الدومين تبع اللي بشتغل فيه يعني نعم طيب نتمنى لكم كل التوفيق شكرا لك ولمحطتكم الكريمة Thank you. وأيضا معنا الآن أحد العازفين شحادة من الأردن أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك خبرنا عن مشاركتك وأي آلة موسيقية تعزف
والله أنا إلي مع الفرقة تقريبا 5 سنين، هي تقريبا المشاركة يمكن 4 أو 5، وبعزف على آلة الساكسفون طبعا بالطريقة الشرقية. خبرنا عن تجربتك مع الأوركسترا العربية وانطباعك عنهم عن العازفين. والله تجربة كتير كتير جميلة جدا، كونه معنا أمريكان بالفرقة كمان، فتخيلي لما الأمريكي بيعزف معك شرقي كتير جميل وحلو. والحمد لله يعني الحلو بالأوركسترا أنه بتكتسبي خبرات كتير، كونه بتشتغلي مع كذا موسيقي يعني بتكتسبي منهم خبرات تانية، وبصير يعني عندك محبة للموسيقى أكتر إنك تعزف كمان وكمان. أها. وأني حضرت كم حفلة للأوركسترا والجمهور الكبير والحضور الكبير، يعني شيء يفرح حقيقة، فشيء عظيم. طبعا هذا فخر إلنا يعني، وإحنا بنحب إنه كتير الناس يشجعون على هيك شغلة، لأنه يعني إحنا مش رايحين نختلف عن أي أوركسترا تاني في العالم، كونه يعني حلو إنه يصير عندنا سبورت من العرب يعني. وإحياء التراث الشرقي هي بحد ذاتها عملية صعبة. طبعاً، لأنه إحنا كل النمط من الأغاني اللي بنعملها كلها أغاني قديمة، وبنحاول إنه نضيف عليها كمان آلات غربية ونخليها تطلع برونق حلو وشكل حلو. صحيح. طبعاً هون الصعوبة. يعني لما بتعزف آلة زي آلة الساكسفون وبدك تلعب فيها الربع الشرقي، فهي صعبة كمان. يعني هاي بترجع للعازف نفسه. يعني حسب خبرته بالعزف. شهادة من الأردن، شكرا جزيلا، ونتمنى لكم كل التوفيق. الله يخليك، شكرا لك. أنا أيضا إحدى العازفات في فرقة الأوركسترا. هاي. Your name please. إنسيا ملك. إنسيا، tell me which of these you play. I play the violin. Oh, do you like the violin? Yes, I love playing the violin. I love playing with this group. For how long you been with orchestra? For 2 years. Tell our viewers your experience with this orchestra. It's been a very great experience. We have a lot of rich repertoire that we get to work on in detail, and we come here for 3 days to work together, but we have the music from beforehand and we listen a lot and learn it. And then by the time we get here as a group, we're really very much ready to go, and we're all really excited. Which part is difficult? Sometimes just going between sections, because, you know, there are a lot of different rhythms, so we have to, you know, respond very fast to different changes. And it has to be, it's not from reading, it's really from feeling and listening. And do you study the violin? I do. Oh. I did already. I'm a freelance musician. Here in Michigan? In New York. Oh, in New York. And you moved here, or just because the orchestra? We come here, musicians from all around the country, we fly here together. Oh. We come from California, from Texas, from Canada, from New York. Mm-hmm. So I'm from New York. Okay, wish you all the best.